السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة تربية الحسون، الصفحة الرسمية معكم جلال. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليكم عشر. إخواني أخواتي، الموضوع تاع اليوم اللي راح نتكلموا فيه هو عن أسباب مرض العصفور تاعك أثناء فترة الشفاء، مع أنك تعطيه الأدوية وبذلك يبقى مريض يعني منتفخ. هذا سؤال جاني عليه كثير من الأسئلة على قناتي، وأحببت أن أخصص هذا في موضوع لكي يبقى فيديو إن شاء الله ويستفيد منها الجميع. أخي المشاهد، مثلا عندك عصفور يبات كما قلنا ينام في الخارج يعني في برود، أول شيء تقوم به كما نحط أنا العصافير تاعي، هم يناموا في الشرفة ولكنها باردة الشرفة، وغطيهم بقطعة قماش كما ترى. ها عصافيري كاملة. ها عليه، هذه هدرت عليها قبل في فيديو وجو بونس الناس نساتها ان شاء الله، وفي الافادة دائم وفي الاعادة ان شاء الله دائما الافادة. كما قلت لكم في موضوعاتي السابقة، الجليد هذيك شدة البرودة تمسك في الاقفاص وبالتالي تؤثر على العصفور، يعني انك كي تحط قطعة القماش فوق القفص ستمنع دخول البرودة عن طريق القفص وإيذاء العصفور. هذه أول شيء ركزوا عليه. ثاني نقطة، قال لي واحد أخي العصفور تاعي أعطيته أنتي سير دي، أعطيته الأدوية وكذا، ارتاح يوكل يشرب عادي ولكنه مازال منتفخ. هذاك ما هوش مريض، ممكن يكون ما هوش مريض لكن له أسباب. لماذا يبقى منتفخ العصفور تاعك؟ كما قلنا احنا حكمته البرودة، يعني الشيء الذي تتخلى عليه صديقي المشاهد هو شيء بسيط، وان شاء الله الموضوع تاعنا بسيط جدا وفيه افادة للجميع. شوفوا مثلا انا وش ندير، نعطيكم انا شخصيا كتجربة في تربية الحسون باحتراف وش ندير. انا كي نضع الصباح قبل ما نروح نخدم وش ندير؟ مثلا انا نوضع 8 صباح، عارف راحي 9 نخدم، وش ندير؟ نهز مع نوض من النوم طول، نغسل وجهي قبل ما نصب الحليب تاعي، نهز العصافير تاعي كامله ونحطهم للتشميس، يعني نعطيهم وقت على الاقل ربع ساعه للتشميس. وعليه درك العصفور تاعك اثناء فتره الشتاء ينام في البرد، وانت العصفور تاعك كاين ناس ما تشمسوش خلاص في الشتاء، لا في الصباح لا في الليل. حط في بالك عزيزي المشاهد، العصفور تاعك يبقى دائما منتفخ ويبقى دائما مريض، مع انك تعطيه الدواء يرتاح. نفس الشيء كي تعمله نفس الشيء في العادة تاعك، يبقى دائما عصفورك مريض. تفهمنا؟ شوف المثال، مثلا شوف العصفور كي بات في الخارج كيفاه يكون متغطي وشوها وبردانه. تفهمنا يا جماعة؟ ها نفس الشيء كما راكم تشوفوا نفس الشيء. بصح فوائد التشميس في الصباح في فصل الشتاء، لازم عليك العصفور تشمسه في فصل الشتاء، تشمس العصفور تاعك من ربع ساعة حتى نصف ساعة، ما نحددش ليك الوقت. كاين اللي يخدم ما عندوش الوقت ينوض على الصباح يحط التشميس، أحسن وقت للتشميس هو في الصباح كي تعود شمس ملاحة، هذيك أحسن تشميس، يعني كي توصل 12 زوالا تحطه ربع ساعة تكفي. أيضا يجب عليك عند تشميس عصفورك لازم تشمسه في طقس جميل مشمس، ما تحطوش تعلقوا في مكان فيه الشمس ولكن فيه التيارات الهوائية، ثم زد يمرض لك العصفور ويضربه برد. فوائد التشميس بالنسبة للعصفور إخواني فيها فوائد عديدة، منها أنها تساعد على جمال عصفورك، ريش عصفور، ولا يأخذ ريش شاحب، يعني الشمس راهي مفيدة للعصفور، تعطيه فيتامين دي، تزين له التحميرة تاعه، تقيه من الأمراض، تخلي العصفور تاعك انه ينقي روحه باه يخرج الطفيليات، وبالتالي يحتاج الى الدوش، يعني تزيد تعطيه الدوش بخل تفاح خير وخيرين، وتخلي العصفور تاعك يتشمس. هذه بعض من فوائد التشميس، يعني التشميس مهم جدا. الموضوع تاع اليوم اللي راح نركز لكم عليه هو في فصل الشتاء كي ينام لك العصفور في البروده، لازم عليك تشمسه مره في اليوم حتى ربع ساعه لكي لا يبقى عصفورك مريض او منتفخ. كاين ناس خلاف، تلقاه عصفوره ليس بمريض ولكن مبولي كما نقولوا احنا، منتفخ من شدة انه ما يتشمسش، يعني العصفور تاعك يقعد مبرد، يقعد ديما بردان لاهي في روحه،
يعني كي يعود العصفور تاعك ما يتشمس في فصل الشتاء وما تقيسوش الشمس خلاص راح تنعكس عليه، راح ينطوي على نفسه، راح يولي ما يغردش. التشميس الفائده تاعها انه تساعد العصفور انه ديما يكون نشيط ومغرد، حطها في بالك مليح. يعني كي ما يتشمسش ليك العصفور راح يكون منطوي ولهي في روحه، والتغريد تاعو ينقص شيئا فشيئا ويسكت ويولي يمرض ويولي ما ياكلكش ويصاب بعده اشياء. فهمنا يا جماعه؟ في فصل الصيف كيف كيف تشمس العصفور تاعك كيما علمتكم في الصباح ولا بعد العصر كي تطفى الشمس القويه هذيك مده ربع ساعه تكفي. كثرة تشميس العصفور تصيبه في امراض، منها انه كيما قلنا احنا يصاب بالعمى العين. تفهمني يا جماعه؟ هذا هو الموضوع بكل بساطه، ان شاء الله يكون الموضوع افادكم وبسيط. ما تنساش تفعل الجرس باه يوصلك كل جديد. كان معكم اخوكم جلال، سلام.